اليوم كنظموا الندوال اللي هي الندوال الخامسه من نوعها زائد يوم دراسي اللي درنا في مقر مجلس النواب. هذه الندوه هذه كتجي في اطار يعني التعريف او اللي يعني باش نتذكروا ونناقشوا ثلاثه ديال النقط. النقطه الاولى المتعلقه بتوقيف أساتذة ومجموعة الأساتذة وعطور الدعم اللي كيبلغ العدد ديالهم 545. هذا التوقيف اللي كنعتبره غير قانوني وتعسفي جاء يعني لتكسير الحراك ولترهيب الحراك لأنه غير قانوني وغير وهو عنده الطابع التعسفي. جينا اليوم باش نحسوا جميعا تحت شعار ندوة تحت شعار وفاء وتضامنا مع كل الموقوفات وكل الموقوفين لنقول لهم كلنا موقوفون كلنا موقوفون. جينا كذلك الموضوع الثاني المتعلق بالحكومة والوزارة اللي مع الأسف لم تنفذ التزاماتها خاصة الاتفاقات الموقعة منذ 2011 لحدود الآن، حتى الاتفاق ما تنفذ يعني بالحداثة ديال 100%. جينا كذلك نقول لا للنظام الأساسي الذي طلبنا بسحبه ورغم ذلك لم يتم سحبه بل تم تجميده وتجويده وتغيير مجموعة الكلمات وخلاوه الجوهر خلاوه يعني بدون نصف في الجوهر. جينا كذلك نقول بأننا اليوم مع الموقوفين والموقفات ومع تسطير البرنامج اللي سطرناه يعني بعد أنه درنا واحد التوقيف مؤقت البرنامج ديالنا مباشرة بعد تعرض الأساتذة أطر الدم التوقيفات درنا واحد مرحلة انتقالية مؤقتة لرفعنا الأشكال الاحتجاجية، ولكن اليوم عدنا بأشكال بسيطة خارجة عن أوقات العمل كنديروها في الحد وكنديروا وقفات الشموع الليلية في مجموعة المديريات وفي مجموعة الأكاديميات، وكذلك عندنا وقفة مركزة اللي غتكون يوم 18 يعني يوم الأحد ماشي يوم عمل. أولا لترك الفرصة للحكومة باش تراجع على القرارات ديالها وتفتح نقاش مع الممثلين الحقيقيين ديال الشغير التعليمية للعشرات أقول العشرات من الفئات التعليمية لم تستفيد من جميع الاتفاقات منذ 2011 2022 2023، سواء اتفاق 26 ديسمبر أو اتفاق 10 ديسمبر أو اتفاق 22 2022. جميع الاتفاقات أغلب الفئات لم تعد يعني ما استفدتش ما لقاش رصاصة يعني في المطالب، بل تم التركيز من طرف النقابات الخمس على بعض الملفات معينة اللي كتمكنها يعني في التصويت على الانتخابات في اللجان الثنائية باش نكونوا واضحين. أما باقي الفئات وهي اللي كتشكل واحد المجموعة ديال التنسيقيات المنضوية تحت التنسيق الوطني لقطاع التعليم اللي كيبلغ العدد ديال 26. دابا الآن بعض الفئات استجبوا لهم بعض المطالب، دابا بقينا ب 21 داخل التنسيق الوطني ومستمرون على أساس أن لا نمس حق الطفل بأنه غادي يقرا. غادي نديروا جميع الأشكال الاحتجاجية خارج أو أوقات العمل إلا إذا دعت الضرورة وما استجبتش الحكومة والوزارة الوصية وزارة قطاع التعليم أهل المطالب والجلوس مع الممثلين الحقيقيين. أنا ذاك سنضطروا يعني للتصعيد بأشكال غنراعيو فيها بطبيعة الحال نراعيو فيها مصلحة التلميذ ومصلحة الأستاذ. وتحية نضالية. حنايا نسارع الزمن ونسارع الوقت والضغوطات التي تقع على جميع الكاهل رجال التعليم من أجل أولا إنقاذ السنة الدراسية، من أجل أن يستفيد المتعلمون والمتعلمات وتستقر الأسر. الحمد لله الأمور رجعت بخير وعلى خير. ما ينتظر الآن وهذه رسالة خصكم توصلوها لكل المسؤولين على أنه لمزيد من الاستقرار حل حالة الملفات العالقة وإرجاع الأساتذة الموقوفين إلى مقرات عملهم، لأن هذا هو الهدف. كانت الوزارة تطالب رجال التعليم بالعودة، ها هما عادوا ولكنها أخرجت بعضهم. لذلك المطلوب الآن هو تحكيم الضمير، تحكيم العقل، تحكيم المصلحة العليا للوطن ديالنا وللتلاميذ المدرسة العمومية، وإعادة كل الموقوفين والموقوفات دون أثر مصدري أو إداري إسوة بباقي زملائهم لما فيه مصلحة الإدارة التربوية والمدرسة العمومية والتلاميذ والأسر، من أجل أننا نمشي كاملين إلى نهاية السنة الدراسية
يعم فيها الفرح ويتم فيها تقاسم كل النجاحات. اما ان يبقى مجموعه ديال الاساتذه اللي هما 545 استاذ خارج الفصول، فعن اي نجاح سنتكلم وعن اي فرحه سوف نتقاسم. لذلك احنا جينا اليوم مره اخرى نناشد ونطالب ونلح على حل هذا المشكل اولا وقبل كل شيء، ثم متابعه حل حالات وتشويد باقي الملفات المطلبية. وهذا الأمر هذا خصو تفهموا الأسر ويفهموا المسؤولين ويفهموا جميع المتدخلين في هذه العملية هذه، اعتبار المصالح العليا ديال الأسر ديال المدرسة وديال إنقاذ السنة الدراسية. لحد الساعة فالبرنامج النضالي اللي كان في أوقات العمل راه متوقف، وكاين انتظار مليح ديال حل الموقوفين والموقوفات على ضوءهم. راه كتنظم دابا مسيره ديال الشموع الليليه خارج اوقات العمل، ممكن تنظم وقفات اللي غيتقال فيها الشيء اللي كنقولوا حنا في هذه الندوه الصحفيه استباقا، على انه يجب حل هذا المشكل هذا. وحتى هذه المسيره اللي هي غادي تكون اقليميه وجهويه خارج اوقات العمل والشموع وكذا، ممكن الغاؤها بعوده الموقوفين والموقوفات إلى مقرات عملهم، وكذلك إعطاء إشارات على أن الملفات العالقة سوف يتم مباشرتها، وهنا ينتهي الإشكال. هذه الندوة هي ندوة جاءت من أجل التضامن مع الموقوفين والموقوفات، وجاءت كذلك من أجل إيصال رسالة الرأي العام كنقول لهم بأن الحاجة الوحيدة اللي أعطتنا وزارة التربية الوطنية هي فقط توقيفات عن العمل وتوقيفات عن الأجر، مجموعة من الأساتذة، حتى يعني التعويضات العائلية يعني تم يعني توقيفها لمجموعة من الأساتذة والأستاذات. فكيف هاد الوزارة هذه اللي كتقول لك بأننا ودي كنبغيو مصلحة المتعلمين، وكتجي عند الأستاذ وكتوقف له الأجر ديالو؟ كانت على الوزارة على أن تعتبرنا واحد الشريك، لأن هاد النضال ديالنا الوزارة قامت مجموعة من التعديلات ربما تصب في مصلحة المتعلمين وفي مصلحة الأطر ديال وزارة التربية الوطنية، ولكن ما اعتبرتناش بأننا شريك من أجل الإصلاح، ولكن اعتبرتنا على أننا أعداء. التنسيق الوطني عبر على النوايا الحسنة ديالو وعلق الأشكال النضالية في أيام العمل، ولكن على أساس باش تكون حسن النوايا ونعطيه فرصة للوزارة باش تقوم بالاستجابة للملفات المطلبية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، لكن لم تستجب لمجموعة من المطالب، مجموعة من الملفات اللي كنعتبروا ملفات عالقة. كذلك احنا مثلا بالنسبة لنا كمختصين تربويين واجتماعيين فقط استجابت لبعض الفتات لهذه الفئة هذه، وبالتالي كنقولوا على أن النضال سيستمر إذا استمر التوقيف، النضال سيستمر إذا استمر تجاهل الملفات المطلبية لرجال ونساء التعليم. كنقول وزارة التربية الوطنية اللي كتعتبر مثلا هذه التصريحات وكتعتبر هذه الندوات اعتبرتها لنا في التوقيفات اللي عطاتهم لينا، قالت لك بأننا احنا كنحرضوا. احنا ما كنحرضوش، احنا أساتذة موقوفين، احنا أساتذة قهرتونا داخل المؤسسة التعليمية، احنا أساتذة وأطر الدعم خديتوا لنا الحق ديالنا وبغيتوا تحرتوا علينا بزيرو درهم، خرجنا كنقولوا لكم بركة من الحقرة، بركة من هالطغيان، بركة من السلطوية. اعطيوا ولاد الشعب الحق ديالهم، اعطيوا الأساتذة الحق ديالهم. كنقول لكم بأن التوقيفات خاصو يتم الإلغاء ديالها إلى فعلا انت وزارة باغا الإصلاح ديال المدرسة العمومية. هالتوقيفات كيف ما خرقتوا المساطر القانونية وصدرتوا توقيفات، وكذلك بإمكانكم أنكم تخرقوا المساطر القانونية وترجعوا الأساتذة والأستاذات، لأن المبرر الوحيد ديال الوزارة كتقول لك ودي بأن ما يمكنش نجيو ونرجعوا هاد الأساتذة مقرات العمل ديالهم، كاين تقول لك كاين مجموعه من الاجراءات القانونيه. واش فعلا الوزاره دارت اجراءات قانونيه باش عطات توقيفات؟ وبالتالي كذلك بامكانك انك تخرقي القوانين كذلك وترجعي الاساتذه والاستاذات، وعدم الارجاع فهو استمرار للنضال واستمرار للمطالبه يعني المطالب العادله والمشروعه. البرنامج النضالي ديال التنسيق الوطني تم اصداره عبر بيان. الان احنا ابتدينا بمسيره ديال الشموع الليليه، لحد الان جميع الاشكال النضاليه فهي خارج اوقات العمل. فاش كنقول لك بان الاشكال النضاليه هي خارج اوقات العمل، هذا يعبر عن حسن النيه ديال هاد الرجال ونساء التعليم رغم انه عندنا توقيفات. ولكن الى الوزاره استمرت في تعنتها، استمرات في هاد التوقيفات وهادو، ربما التنسيق الوطني والاساتذه كتبقى القرارات هي قرارات ديالهم، واش انه غتكون اضرابات، واش انه
يكون يعني مسيرة وطنية كيف ما بدأ بها التنسيق الوطني، هذا بطبيعة الحال فهو كيبقى قرار ديال التنسيق الوطني وقرار ديال الأساتذة والأستاذات. لحد الآن المسيرات وهي ليلية، الوقفات ليلية، لعل وعسى أن تقوم الوزارة بالتعامل بشكل جدي مع هذه التوقيفات ومع الملفات المطلبية للأساتذة والأستاذة. تحياتي.